طيب إذن إذا كنا عايزين نلخص أنواع الجرائم ممكن نقول 3 أنواع. عندك الجرائم اللي بتقع أو ضحيتها بتكون الأفراد، أفراد زيي وزيك وزي أي مشاهد عادي. أي فرد مننا ممكن يتعرض للاحتيال، ممكن يتعرض للنصب، ممكن يتعرض سرقة لسرقة البيانات، البيانات، ابتزاز اختراقات البنك. حسابه، ابتزاز. إذن هنا نوع الجريمة بكون فرد أفراد. طيب عندنا ثاني جرائم فكرية، أو سوري جرائم ملكية. دي الملكية هنا بتستهدف المجتمع، الحق. المجتمع أو الأملاك، الشركات، الملكيات، ملك الشركات، البنوك. هنا بتستهدف الملكية. يعني الآن أنا بدخل لك برنامج بيكون في جهازك، بدخل لك برنامج معين، البرنامج بدمر لك جهازك، وفي الحالة دي حدمر كل شغلك، كل ملفاتك حتتدمر. معناها إنه هنا دمرت الملكية حقتك، ممتلكك أنت، دي خلاص جريمة. ممتلك. جريمة فعلا، جريمة. الآن صارت من أخطر الجرائم. يبقى أنا ما يعني عندي الآن أي إثبات إنه العمل ده حقي. نعم. ما عندك إثبات، لأنه كل ممتلكاتك، كل ملفاتك الآن حتكون خلاص اتدمرت، اتعطلت، خلاص. دي واحدة. إذن هنا المتأثر مين؟ الممتلكات، ممتلكات الشركات، المنظمات، البنوك. طيب عندنا أيضا النوع الثالث بيكون الواقع على الحكومات، الجرائم الواقعة على الحكومات زي المواقع الإلكترونية الحكومية، الوزارات. ودي طبعا بتكون أكثر ضرر، أكثر ضرر الحكومة. يعني الآن بيكون في اختراقات، ودي في كمية من القصص، عدد من الأمثلة لاختراقات حكومية، مواقع حكومية، وزارات، وزارات من أخطر الوزارات. دي كلها بتكون واقعة في نطاق جرائم الحكومية. الحكومية طيب. إذن 3 أنواع قلنا: رئيسية. الأفراد، الملكية، النوع الثالث الحكومية. طيب.